بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، طلبة وطالبات التعليم الفني التجاري نظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات، أهلا ومرحبا بكم في قناة الأستاذ للمواد التجارية. معاكم الأستاذ حسن برامو، كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إدكو التجارية محافظة البحيرة، وموجه أول محاسبة سابق. مرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله هنستكمل مع أبنائنا وبناتنا طلبة وطالبات الصف الأول التجاري مواد الترم الثاني، وبالتحديد هو المفروض إن مشروع عند حضراتكم منهج شهر مارس ومنهج شهر إبريل، وإحنا المفروض هنكمل منهج شهر مايو. لا، ده أنا هنعمل إيه بقى؟ ده أنا هلملكم المنهج بالكامل في حصة واحدة، منهج الترم الثاني بالكامل في حصة واحدة، فعلى بركة الله. وده ما يمنعش انك برضو او انكم تذاكروا ايه منهج شهر مارس وابريل. هنبدأ مع الصف الاول التجاري نظام الـ3 سنوات والـ5 سنوات، مادة ادارة الاعمال. ادارة الاعمال الصف الاول التجاري ترم تاني، بيتكلم عن ايه؟ بداية بقى الترم التاني في مادة ادارة الاعمال بيتكلم على موضوع المهارات الاساسية للمديرين. المهارات الأساسية للمديرين، عندي 5 مهارات: 1 مهارات فنية، 2 مهارات اتصالية، 3 مهارات إنسانية، 4 مهارات تحليلية، 5 مهارات إدراكية. يبقى فنية، اتصالية، إنسانية، تحليلية، إدراكية. تمام. هنيجي للمهارة الثانية اللي هي الاتصالية. المهارات الاتصالية بتنقسم إلى إيه أو تشمل إيه؟ المهارات الاتصالية بتشتمل على التحدث والكتابة والاستماع وإدارة الاجتماعات. يبقى الاتصالية تنقسم إلى 4 حاجات: التحدث، الكتابة، الاستماع، وإدارة الاجتماعات. وطالما قلنا إدارة الاجتماعات يبقى لازم نعرف فيها ما هي مراحل إدارة الاجتماعات. مراحل إدارة الاجتماعات 3: في مرحلة ما قبل الاجتماع، وفي مرحلة أثناء الاجتماع، ومرحلة ما بعد الاجتماع. يبقى قبل الاجتماع وأثناء الاجتماع ومرحلة ما بعد الاجتماع. طيب تعال نشوف كده مدير الإدارة العليا اللي هو رأس السلطة اللي فوق خالص بيهتم بإيه بقى من المهارات الخمسة دولي. بيقول مدير الإدارة العليا يهتم بالمهارات التحليلية أو الذهنية والإدراكية. دي ناس قاعدة بتفكر وتخطط فوق، يبقى تهتم بالمهارات التحليلية أو الذهنية ومعاها المهارات الإدراكية. تمام. طيب والإدارة العليا دي بتركز على إيه؟ ويركز على الخطط طويلة الأجل. يركز على الخطط إيه؟ طويلة الأجل. طيب نيجي بقى الإدارات الدنيا اللي هي تحت خالص بقى، مش الوسطى، الدنيا اللي هو بيسموها الإدارة التشغيلية. الإدارات الدنيا اللي هي التشغيلية بتهتم بالمهارات الإنسانية والفنية. الإنسانية والفنية. طب بتركز على الخطط إيه؟ قصيرة الأجل. يبقى الإدارة العليا بتركز على الخطط طويلة الأجل، الإدارة الدنيا والتشغيلية بتركز على خطط قصيرة الأجل. طيب نيجي في المهارات الاتصالية. المهارات الاتصالية يا جماعة من أهم المهارات التي تساعد المديرين في كل المستويات الإدارية. يعني كل المديرين في أي مستوى إداري محتاج للمهارات الاتصالية، وبنفس درجة وقدر من الأهمية. يعني أهمية المهارات الاتصالية ما تزيدش في الإدارة العليا عن الوسطى عن الدنيا، لا. يبقى المهارات الاتصالية من أهم المهارات التي تساعد المديرين في كل المستويات الإدارية، ولا نفس درجة الأهمية في كل المستويات. يبقى درجة الأهمية ما بتختلفش من مستوى لمستوى. طيب تعال عرف لي كده ايه هو الاتصال. الاتصال، في فرق بين الاتصال واللي تفكروها ان هي المواصلات. لا، الاتصال دي حاجة تانية. هي العملية التي يتم بها نقل 3 حاجات: المعلومات والمعارف والأفكار. هي العملية التي يتم بها نقل المعلومات والمعاني والمعارف والأفكار. نقل المعلومات والمعاني والأفكار شفويا أو في أشكالها المكتوبة من شخص إلى آخر. اللي أنا بنعمله معاك ده يا جماعة ده اتصال، إن أنا بنقل المعلومات مني
انا كجهاز ارسال لك انت كجهاز استقبال. يبقى الاتصال هو العملية التي يتم بها ايه؟ نقل المعلومات والمعاني والافكار شفويا او في اشكالها المكتوبة من شخص الى ايه؟ اخر. طيب امال ايه هو اتخاذ القرار؟ هو العملية التي يتم بها اختيار البديل المناسب الذي يحل مشكلة معينة. احنا بنواجه مشكلة وبنحط لها اكتر من احتمال، اكتر من بديل، يعني نستخدم البديل الف يا ب يا ج لحد ما نرسي على بديل معين وهو ده انسب بديل نحل بيه المشكلة. يبقى بناخد ايه؟ قرار. اتخاذ القرار هو العملية التي يتم بها اختيار البديل المناسب الذي يحل مشكلة معينة أو يحقق هدف معين من أقصر طريق وفي أسرع وقت وبأقل تكلفة ممكنة. ده اتخاذ القرارات. طيب عندي حاجة اسمها القرارات المبرمجة. القرارات المبرمجة وفي غير المبرمجة. ايه المبرمجة؟ انت عارف لما تقول ايه الولد ده مبرمجينه، الواد الصغير ده مرمجينه، تتك عليه كده ويروح طالع على طول حافظ مسمع عامل. اسمه متمرمج، يعني متدرب على حاجه روتينيه متكرره. يبقى القرارات المبرمجه هي قرارات روتينيه متكرره. طيب يجي لي سؤال في الامتحان يقول لي السماع هو الاستماع. السماع هو الاستماع؟ نقول له لا، السماع ليس هو الاستماع. عشان بس افرقك المعنى البسيط، الفرق بين السماع والاستماع. طيب السماع ده، بص حبايبي، انت قاعد كده بتذاكر بتعمل حاجه وواحد معدي بايه؟ معدي بتاكسي او بعربيه ومشغل اغنيه، تمام؟ يعني حاجه كده مرت وبسرعه، مرت كده يعني يا دوبك انت سمعتها وعدت. غير انك تكون قاعد بتركز وتنصت وتهتم وتتابع ايه اللي بيتقال. ده الاستماع. يبقى التركيز والانتباه، التركيز والانتباه، تمام كده؟ انك بتركز على حاجه وبتنتبه لها وشادد نفسك عشانها اسمها الاستماع. اما السماع ده شيء مرور عابر. يبقى السماع ليس هو الاستماع. طيب الوسائل المساعده في اداره الوقت. الوسائل المساعده في اداره الايه؟ الوقت. عندنا وسائل تقنيه، تقنيه يعني تكنولوجيه، وفي وسائل غير تقنيه. يبقى الوسائل المساعدة في إدارة الوقت وسائل تقنية ووسائل غير تقنية. بيقول لي بقى النقطة اللي جاية دي مهمة قوي. من العادات السيئة التي يجب أن يتجنبها المدير أثناء الاستماع هي مقاطعة المتحدث. يا جماعة الأسلوب ده مش كويس في أي حاجة. نقراها تاني ونفهم مالك يعني إيه. من العادات السيئة التي يجب أن يتجنبها المدير أثناء الاستماع هي مقاطعة المتحدث. المدير قاعد وفي عامل بيعرض شكوى، تمام كده؟ المفروض الصح ان المدير يسيبه لحد ما يخلص كلامه للاخر خالص، يخلص كل الشكوى بتاعته وبعد كده بيوجه له اسئله، ماشي، يتكلم معاه. لكن ما ينفعش كل العامل ما يتكلم كلمتين المدير يقطعه، ما تنفعش، دي عاده مش كويسه. يبقى من العادات السيئة التي يجب أن يتجنبها المدير أثناء الاستماع هي مقاطعة المتحدث. طيب عندي الأسس المهمة للإدارة الجيدة للوقت. ثلاث كلمات تعرفهم زي اسمك. الأسس المهمة للإدارة الجيدة للوقت عشان نتأكد أن الوقت اللي أنا أمضيته أو قضيته وقعدت فيه ده بيأدي نتيجة وجيد، أنني طلعت بنتيجة. أيوة، بنتيجة، بفعالية وبكفاءة ونحس براحة نفسية. يبقى الأسس المهمة للإدارة الجيدة للوقت هي الفعالية والكفاءة والارتياح. فعالية وكفاءة وارتياح. طيب نيجي للمعرفة. بيقول لي للمعرفة جانبين متكاملين. للمعرفة جانبين متكاملين هما الجانب الضمني اللي احنا بنقوله الجانب المخزون الضمني، المعلومات انا بندرس وبنذاكر وبنحفظ ومن ايه ونشيل في العقل الباطن او اللاوعي عندي في دماغي من جوه معلومات، ده اسمه الجانب الضمني، تمام؟ لما تيجي تقول لي ادخل الفصل يا استاذ حسن واشرح الموضوع ده ونبدا نشرح من اللي انا عارفه واللي في دماغي، ده بيتحول لجانب ظاهري او ظاهر. يبقى للمعرفه جانبين متكاملين هما الجانب الضمني اللي هو المخزون يعني المختزن والجانب الظاهر. طيب مصادر المعرفة بتيجي منين؟ مصادر معرفة داخلية يعني من داخل المنشأة، ومصادر خارجية
يبقى مصادر المعرفة داخلية وخارجية. نيجي من أهم خصائص المعرفة، من أهم خصائص المعرفة التراكمية، يعني معلومات بتتراكم عند الإنسان من أول ما يبدأ تعليمه من الابتدائي لحد ما يخلص كلية وجامعة ودراسات عليا، بتتراكم. من أهم خصائص المعرفة التراكمية والتنظيم والشمول. عندي معلومات في كل حاجة شاملة. بنشرح لك إدارة أعمال، وبنشرح سكرتارية، بنشرح تسويق، بنشرح بيزنس، بنشرح محاسبة، دي فيها شمول، والمعلومات متنظمة بقدرة الله سبحانه وتعالى. من أهم خصائص المعرفة التراكمية التنظيم الشمول. طيب نيجي بعد كده العمليات الأساسية لإدارة المعرفة. العمليات الأساسية لإدارة المعرفة، أول حاجة 1 الحصول على المعرفة، 2 تخزين المعرفة، 3 توزيع المعرفة، 4 استخدام المعرفة. يبقى حصول وتخزين وتوزيع واستخدام. حصول على المعرفة، تخزين المعرفة، توزيع المعرفة، استخدام المعرفة. تمام كده؟ جميل جدا. دي كانت الايه؟ العمليات الأساسية لإدارة المعرفة. نيجي بقى في إدارة الوقت. إدارة الوقت بيقول لي من معوقات، ومعوقات يعني صعوبات أو مشاكل. من معوقات إدارة الوقت 1 النقص في المعلومات. أنا معلوماتي سطحية، عشان كده قعدت ساعة كاملة مش عارف نحل مسألة، يبقى النقص في المعلومات. 2 الخطط أو الأهداف غير الواضحة، أنا ماشي كده ارتجاليا عشوائية بدون خطة محددة أو واضحة، يبقى من معوقات إدارة الوقت النقص في المعلومات، الخطط أو الأهداف غير الواضحة. 3 التفويض غير الفعال. 4 الاجتماعات الغير فعالة. التفويض الغير فعال ان رئيس مجلس الإدارة مثلا في أجازة او في اي مأمورية ومش جاي، وبيعمل تفويض للنائب بتاعه والمدير بتاعه، والنائب والمدير بتاعه مش فاهم حاجة في حاجة، يبقى ايه؟ اكنه ما فوضوش في اي حاجة، اسمها التفويض غير الفعال والاجتماعات الغير فعالة. مش جدعان ان كل شوية اعمل اجتماع اعمل اجتماع، ما انت بتعمل اجتماع بتعطل العمل وتعطل الموظفين وتعطل المديرين وبتعطل كل حاجة، وممكن يكون الاجتماع بدون فايدة ملوش اي لازمة، اسمها الاجتماعات الغير ايه؟ فعالة. طيب تهدف إدارة المعرفة في المنظمة إلى إيه؟ كل المنظمة يعني الشركة والمؤسسة مكان عندها كم كبير من المعلومات، أدي معرفة. تهدف إدارة المعرفة في المنظمة إلى زيادة عائد المنظمة، العائد اللي هو الربح أو المكسب أو أي وسيلة، زيادة عائد المنظمة وتحسين صورة المنظمة. تبقى المنظمة أو الشركة أو المؤسسة أو المصلحة دي تمام كده صورتها كويسة في وجهة نظر الناس. يبقى قلت تهدف إدارة المعرفة في المنظمة إلى زيادة عائد المنظمة وتحسين صورة المنظمة. ندخل بقى في إدارة الأزمات. مش عندنا إدارة الوقت وإدارة المعرفة وإدارة الأزمات وإدارة الجودة، كل ده في الترم الثاني. أقول لي هناك نوعين من الأزمات، في أزمات مفاجئة وروتينية، مش كده؟ مفاجئة وروتينية. أزمة مفاجأة يعني إيه؟ يعني كناش متوقع لها ولا حسب الله أي حسباء ولا متخيلين ممكن تحصل، دي اسمها أزمة مفاجأة. زي ربنا يحفظنا كده، ربنا يحفظنا واحد ماشي وزي الفل وصحته حلوة وزي الحديد وبيهزر مع زمايله وبيتكلم، وفجأة يحط إيده على القلب كده الناحية الشمال وتبص تلاقي وشه أصفر وبدأ يعرق، خلاص بياخدوه بيروحوا الدكتور بيقول له إيه؟ ده حصل له أزمة قلبية مفاجأة. يبقى هناك نوعين من الأزمات، في مفاجأة وفي روتينية. روتينية يعني متكررة، يعني ما في حد زي حالتنا مثلا تعبان، خلاص معروف ان الحاجة دي بتجيله على طول مثلا، تمام. طيب يبقى في مفاجأة وفي روتينية يعني متكررة. ولكل الأزمات لها قوة مؤيدة وقوة معارضة، يعني في فريق بيؤيد الأزمات إن إحنا نحتاط لها ونعمل لها إحساء ونعمل لها إدارة ونجهز لها كل حاجة، وناس تانية تقول إيه لا ما تستاهلش، تستاهلش تعمل إدارة وأفراد وتصرف وتعمل وتنفق وإيه وتمويل عشان إيه؟ إدارة الأزمات. إدارة الأزمات إيه؟ لما تحصل يبقى حلها ربنا. عشان كده بقول كل الأزمات لها قوة مؤيدة، يعني ناس بتأيدها، وقوة معارضة بتعارض فيها. طيب إدارة الأزمات مسؤوليتها إيه؟ مسؤوليتها إدارة الأزمات مواجهة الأزمات الداخلية التي تواجه المنظمة. يعني أقول لك مثال بسيط عشان تفهمها بس. يعني نفترض لا قدر الله شركة، وشركة كبيرة وعملاقة، ما عندهاش وسائل تواجه بها الحرائق،
ماشي، مش عامله حسابها ان ممكن في اي لحظه ممكن يحصل حريق، حريقه في المخازن، حريقه في الالات والمعدات، حريقه في اي حاجه. طيب فقالت هي تقول لك ايه، ما انت احسن بقى نبقى نتصل بالمطافي، والمطافي ممكن تقعد فتره، ولما انت تيجي وحلها ربنا ونتصرفه. خلاص دي اللي هي ما بتأيدش وجود ايه، ما بتأيدش وجود مواجهه للازمات. وفي بقى شركات ومؤسسات تانيه تقول لك لا، ده انا بنجيب ايه، بنجيب اجهزه الاطفاء تمام كده، وبنعمل كل الاحتياطات بتاعتي، ويبقى عندي عربيه مطافي جاهزه، بحيث لو حصل لا قدر الله اي حاجه في اي وقت يبقى انا نقدر نواجه ونلحق الازمه دي في بدايتها. يبقى اداره الازمات مسؤوليتها مواجهه الازمات الداخليه التي تواجه الايه المنظمه. طيب بعد كده بقول ايه، للازمه خصائص كثيره، للازمه خصائص كثيره، منها ايه؟ واحد، المفاجأة العنيفة، إن هي تحصل الأزمة دي فجأة، فجأة تهز كيان الناس، المفاجأة العنيفة. اتنين، التعقد والتشابك، تعقد وتشابك بالناس محتارة مش عارفة تتصرف إزاي، تمام كده؟ أنت طالبة ماشية في الشارع وماشية في حالها وفي أمانة الله ومؤدبة ومحترمة، وفجأة عيل كده من العيال المتشردين بتوع الشوارع راح مثلا إيه؟ راح خابطها، رمي عليها حاجة، شدها مثلا إيه؟ من الخمار أو الطرحة بتاعتها. البنت نتيجة التصرف دي، نتيجة إنها مش متوقعة حاجة زي كده، بتبص لها بتترعش وبتتهز ومش عارفة تتصرف إزاي. دي اسمها التعقد والتشابك. طيب نقص المعلومات المتصلة بالأزمة، لانها ما مرتش بحاجه زي كده قبل كده، لان لو مرت بتجارب زي كده هتكون عامله احتياطاتها وايه مظبطه نفسها، هتعرف تتصرف ازاي. انا بقول للازمه خصائص كثيره، منها المفاجاه العنيفه، التعقد والتشابك يعني الارتباك، 3 نقص المعلومات المتصله بالازمه، 4 سياده حاله من الخوف. ايوه، هتلاقي الولد او البنت لما تتحط في حاجه ما كانتش متوقعها الخوف بدا يسيطر عليه، سياده حاله منين؟ من الخوف. طيب نيجي حتى بنقاط بقى كده، يجب عند اعداد قوائم الاعمال اليوميه، يجب عند اعداد قوائم الاعمال اليوميه مراعاه ايه بقى، المرونه، الالتزام، ترتيب الاعمال، اوقات الراحه. وانا بنحط قائمه او خطه للاعمال اليوميه، النهارده هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا، لازم نراعي المرونه. المرونه يعني له ايه؟ الحاجه دي لو ما عملتهاش بنعمل التانيه بدلها، ونلتزم بالانضباط بالمواعيد. المرونة، الالتزام، ترتيب الأعمال، أوقات الراحة. طيب نيجي بعد كده، من المزايا التي تحققها إدارة الجودة الشاملة للمنظمة. جودة شاملة للمنظمة يعني إحنا عايزين مؤسسة، شركة بتعمل على أرقى وأعلى مستوى، بحيث تحقق إيه؟ تحقق أحسن وضع وأحسن إنتاج ماشي للمنظمة. من المزايا التي تحققها إدارة الجودة الشاملة للمنظمة، 1 تخفيض التكلفة وزيادة الربحية، إن هي تطلع منتج تكلفته منخفضة والمكسب هيزيد، تخفيض التكلفة وزيادة الربحية. 2 تحقيق ميزة تنافسية، تحقيق ميزة إيه؟ تنافسية. نيجي بعد كده، الهدف الأساسي لإدارة الجودة الشاملة إيه هو؟ خدوا بالكم، الجودة الشاملة مش شرط ان انا نطلع منتج رخيص ونبيعه بسعر اغلى ونكسب كتير. طب افرض المكسب ده كان على حساب رضاء العملاء، يبقى انا ما عملتش حاجة. الهدف الاساسي لادارة الجودة الشاملة هو ارضاء العملاء واشباع حاجاتهم ومقابلة توقعاتهم الحالية والمستقبلية. ده الهدف الأساسي لإدارة الجودة الشاملة، هو إرضاء العملاء وإشباع حاجاتهم ومقابلة توقعاتهم الحالية والمستقبلية. يجي قدامنا كام نقطة كده، تتحدد جودة المنتج، جودة المنتج في مدى مطابقته للمواصفات القياسية. جودة المنتج بتتحدد في مدى مطابقته للمواصفات القياسية. مش ساعات يقول لك المنتج ده حاصل على شهادة الإيه، الأيزو، شهادة الأيزو اللي هي الجودة العالمية، لأنه بيبقى مطابق للمواصفات. ماشي، بعد كده صعوبة تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المنظمات. يعني من الصعب إنك تطبق نظام الجودة الشاملة ده، من الصعب تطبقه في معظم المنشآت، ممكن تطبقه في بعض المنظمات لكن الأغلبية ما بيطبقش فيها. صعوبة تطبيق نظام الجودة الشاملة في العديد من المنظمات. طيب ايه بقى اداره الجوده الشامله؟ انت قاعد بتقول لنا من ساعات الجوده الشامله، الجوده الشامله. طب ما المقصود باداره الجوده الشامله؟
هي مجموعة من المبادئ والعمليات التي تتم داخل المنظمة والتعاون بين الإدارة والعاملين. آدي إدارة الجودة الشاملة. عارف لما نقول إيه؟ إحنا شغالين بروح الفريق، روح الفريق يعني كلنا قلبنا على قلب بعض وإيدينا في إيدين بعض، عشان كلنا بنشتغل من أجل سمعة واسم الشركة والمنتج اللي بنطلعوه. يبقى إدارة الجودة الشاملة هي مجموعة من المبادئ والعمليات التي تتم داخل المنظمة والتعاون بين الإدارة والعاملين. بكده نكون أنهينا شرح مادة إدارة الأعمال للصف الأول التجاري ترم تاني، منهج الترم بالكامل شرحناه. طيب الورقة اللي قدام حضراتكم دي لما نشرح منها تمام كده، في جزء تاني جنبها أهو، أهو في امتحان، امتحان ومحلول إجابة نموذجية، وعلى ظهر الورقة في امتحانين كمان محلولين، يبقى شرح الترم كله ومعاه 3 امتحانات ومحلولين. بكده نكون أنهينا مادة إدارة الأعمال. كان معكم الأستاذ حسن برمو، كبير معلمين مواد تجارية بمدرسة إدكو التجارية محافظة البحيرة، وموجه أول محاسبة سابق. نترككم في معية الله وأمنه.